يابا السلام عليكم واهلا وسهلا بكم بفلوج جديد. هذا الفيديو راح يكون اخر فيديو من سلسلة فيديوهات اللي سويناها في اكاديمية الشرق الاوسط. بالبداية احب اشكر كل الطلاب الاكاديمية اللي استقبلوني احسن استقبال، وايضا احب اشكر اكاديمية الشرق الاوسط اللي سمحونا على هيك فرصة حتى نجرب هيك تجربة مع الطلاب ونشوف الاكاديمية. فشكرا للجميع، شكر خاص لست انتصار اللي اشرفت على العملية كلها، ورقم الواتساب الخاص بها اذا تحب تسجل بالاكاديمية وتحتاج اي شيء او اي استفسار عن الاكاديمية موجود بصندوق الوصف. اليوم بهذا الفيديو حلتقي مع بعض الطلاب، اكيد مو كل الطلاب لان هواي اكو جنسيات، اكو فوق ال 15 جنسيه او 16 جنسيه موجوده بالاكاديميه يدرسون، وهواي جنسيات اكو يدرسون بالاكاديميه. حاولت اقدر عليه التقي وياهم اسولف وياهم شويه، ممكن هذا يكون حافز لبعض الطلاب اللي يريدون يدخلون اكاديميات بالمستقبل حتى شوي نتعرف عليهم اكثر، ناخذ اراهم وبعض النصائح البسيطه. يا ريت تدعمونا بلايك واشتركوا بالقناه ما مشتركين، اتمنى لكم مشاهده ممتعه. انا سفارو احمد العيش، عمري 21 سنه، صرت مخلص ساعات طيران 130 ساعه. بلشت بالاكاديميه ب 11/9/2022. شو وقت نويت تدخل عالم الطيران؟ حقيقه هذا حلمي من انا وصغير، من انا عمري 7 سنين. يعني بدك تحكي دليتني عم بحلم في هذا الموضوع، لا وصلت للتوجيهي، وصلت توجيهي، خلصت توجيهي، طلع لي الشهاده ودغري سجلت هون. دراسه الطيران سهل شوي لدرجه انه بدك تحط شوي عقلك براسك، مش هتضلك عم تدرس، تمام؟ كل ما درست كل ما حتلاقي كالعاده. اهم نصيحه للطلاب اللي يريدون يدرسوا طيران؟ نصيحه للي بده يدرس طيران، اهم شيء تكون انك حاطط الطيران براسك، مش انك تكون مغصوب، لانه هيدا الشيء حياه غير. يعني انت مش عم تدرس مثلا مهندس عمار، او انك عم تدرس مثلا شيء خاصه بالتليفونات او اي شيء، تدرس بالجو، حياه غير كليا عن اي شغل بالحياه. اسمك وعمرك واي بلد؟ اسمي رنا من الاردن، وتخصصي اداره مطارات، الرخصه الاياتا الكنديه، بقدر معترفه بكل مطارات داخل الاردن وخارج الاردن. انا جديده هون لي اسبوعين. شو وقت بدا قديش خدمه الطيران وشنو تخصصك بالضبط؟ تخصصي اداره مطارات، حابه اشتغل بمطار ومجالات المطار. لا الدراسه سهله والمعلمات هون والاداره كثير متساعده. اللي حاب تخصصات المطار واي شيء بخص الطيران يجي يدرس التخصصات اللي موجوده بالاكاديميه لانها قويه. اسمك وعمرك واي بلد؟ اسمي احمد عبد الفتاح الكلوب، اردن من السلط، واردني الجنسيه. وقت بديت بالاكاديميه؟ بديت من الاكاديميه من شهر 8 السنه 23. وقت بدا عندك حلم الطيران واي تخصص تدرس فيه؟ حلم الطيران كان منذ الطفوله طبعا، وهنا طبعا بيسهلوا عليك اكثر الاشياء اللي بتقدر تسويها، كثير اشياء منيحه بسووا لك اياها وبسهلوها عليك. حلم الطيران كثير ممتاز. شنو رايك بالاكاديميه لحد الان؟ رايي بالاكاديميه كثير متساهلين، تعاملهم حتى كثير ممتاز وبتسهل كثير مع الطلاب. دراسة الطيران تحسها صعبة ولا سهلة؟ دراسة الطيران طبعا سهلة، بس اللهم انه بده دراسة، فيش شيء بدون دراسة. اهم نصيحة تقدمها للطلاب اللي راح يدخلون هذا المجال؟ اللي نصيحة اهم شيء انه تكون واثق في حالك وتوكل على رب العالمين، وان شاء الله هون بيسهلوا لك كل شيء في الأكاديمية. انا اسمي رشيد حامد من لبنان، طالب هندسة الطيران، بدرس بأكاديمية الشرق الأوسط. عمرك؟ عمري 18 سنة. شو وقت بديت بالأكاديمية؟ بلشت ب 3/1/2024. شو وقت نويت أو بدأ عندك حلم الطيران؟ حلم الطيران بلش عندي تقريبا من صف العاشر، بلشت أشوف عن هذا الاختصاص وأقرأ عنه وحبيته كثير. شو رأيك بالأكاديمية لحد الآن؟ لا الأكاديمية كثير منيح، وحتى اللي بتدرس مع أفضل المهندسين وتعاملهم كثير منيح وبيسهلوا لك كثير أمور. دراسة الطيران صعبة ولا سهلة؟ لا دراسة ما في شيء صعب وما في شيء هين، بس إذا حاطها براسك إن شاء الله بتكون هينة. أهم نصيحة لطلاب الطيران؟ أهم نصيحة إنك تكون حابب هذا التخصص، ما تكون يعني فايت، تكون حبه وإذن الله بوفق. أنا اسمي بكر أحمد صالح من لبنان، عمري 18 سنة، بلشت ب 3/1/2024. وقت بدأ عندك حلم الطيران؟ بدأ عندي حلم الطيران بالشهادة المتوسطة بصف التاسع. لا الدراسة هون كثير حلوة، خصوصا مع المدربين ونفسيتهم كثير حلوة هون. الدراسه شوفها صعبه ولا سهله تخصصا؟ هلا هي سهله بالانسان يكون عنده اصرار وعزيمه لحتى يقدر يكمل. النصيحه هي انه يكون عندهم شغف تجاه دراستهم ويكون عندهم اصرار وعزيمه ليقدر يكمل بهالشيء. طه فريد عبد الرضا القريشي من العراق بغداد، وعمري 22 سنه.
شنو تخصصك؟ شو وقت بلشت بالاكاديميه؟ تخصص هندسه صيانه طائرات اياسا بيوان، وبلشت 2023 شهر الواحد. منو كنت تتابع حتى تجي؟ اكيد علي جبار. رايك بالاكاديميه الحديثه؟ صراحه رايي بالاكاديميه يعني ممتازه، وهي بعد تعرف هي من اقدم الاكاديميات بالشرق الاوسط. الدراسه صعبه لو سهله مالتك؟ الدراسة صراحة تعتمد على الطالب، إذا درس تصير سهلة، وأكيد الكباتن يعني على مستوى يساعدون الطلاب. أهم نصيحة الطلاب اللي راح يدخلون هذا المجال؟ إذا توفرت عندك الحالة المادية المناسبة توكل على الله، الطموح موجود وخلص. سجى عامر الجنابي، عمري 21، من العراق، من بغداد، من شهر 7 السنة اللي فاتت 2023. وقت بدأ عندك الحلم مال الطيران؟ أنا تخصص طيران دخلت، يعني هو من زمان أنا كنت حابة المجال هذا، بس إنه بالبداية حاولت إنه أدخل غير مجال ما عجبني، ما قدرت أبقى فيه ورجعت بالنهاية على الطيران. دراسة الطيران صعبة ولا سهلة؟ لا سهلة، إذا أنت شغوف بها سهلة. أهم نصيحة للطلاب المقبلين يدخلون الأكاديمية؟ تكون انجليزيتك تمام. هو اوكي عندهم كورسات انجليزي، بس انت احسن لك انه انت تكون انجليزيتك يعني نشتغل عليها. وسام سالم الباح، من ليبيا، بنغازي بالتحديد، عمري 19 سنه. وقت بديت بالاكاديميه؟ ممكن من شهر 5 اللي فات 2023. وقت بدا عندك حلم الطيران؟ ممكن من في وقت قصير. شنو رايك بالاكاديميه لحد الان؟ كويسه، اكاديميه حلوه. الدراسة شو صعبة ولا سهلة؟ وشنو تخصصك؟ دراسة سهلة وتخصصي طيران. اسمك وعمرك وأي بلد؟ اسمي أحمد الملاح، عمري 19، من المغرب، بلشت تقريبا من نص شهر 15/7 تقريبا. شو وقت نويت أو بدأ عندك حلم الطيران؟ من زمان يعني من صغري. دراسة الطيران صعبة ولا سهلة؟ لا لا ما. بالعكس، إذا كنت شيء أنت بدك تدرسها يعني يكون عندك شغف فيها أكيد راح تكون سهلة، خصوصا إذا كان عندك إنجليزي. أهم نصيحة لطلاب المقبلين يدخلون الأكاديمية؟ ننصحهم بهذه الأكاديمية، أكاديمية متوفر فيها كل شيء، وأكاديمية فيها كل شيء منظم، وننصحهم بالقدوم لأكاديمية الشرق الأوسط. عبد الرحيم كمال عثمان أبو جراد، من الأردن، عمري 18 سنة. شو وقت بلشت بالأكاديمية؟ شهر 7 2023. شو وقت بدأ عندك حلم الطيران؟ من انا عمري 10 سنوات. شنو رايك بالاكاديميه الحديثه؟ اكاديميه كثير كويسه وتجنن، وفيها طيارين كويسين وكباتن ومهندسين. الدراسه صعبه ولا سهله؟ الدراسه اذا عندك شغف فيها سهله. Your name, your age, which country you are? My name is محمد بن عبد الله. I'm from Nigeria and I'm 21 years old. It's a very nice academy and the most thing I love the most about the academy is the maintenance. They always try to keep the aircraft in a good shape and safe to fly. Okay. The study here is hard or easy? It's easy. It depends on the student actually, not the academy. If you are punctual and committed, it will be very easy for you. Like the aspiring pilots. Yeah. What I'm going to say to them is, it's a nice place and mostly the people. They are very good and they have a good hospitality. They treat you well and they make sure you have a good time with them. عبد الكريم ماهل الرويلي، من المملكة العربية السعودية. بلشت تاريخ 1/7 قبل تقريبا 7 اشهر او 8 اشهر. منذ الصغر يعني حلم الطيران وحلم اي شخص يعني بشكل عام يعني. شنو رايك بالاكاديمية لحد الان؟ الحمد لله جيدة الى ممتازة يعني، مش جيدة، ممتازة. الدراسة صعبة ولا سهلة؟ سهلة للشخص اللي يبغاها، وصعبة لأي تخصص آخر، صعب لأي شخص يعني إذا ما كان يبغاه. أهم نصيحة للطلاب المقبلين على الطيران؟ الاجتهاد والمذاكرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اسمي عبد الله يحثنيان، من السعودية، عمري 21. نويت تدخل بالأكاديمية؟ شهر 8. أي شهر 8 23 للآن. شو وقت بدأ عندك حلم الطيران؟ من الطفولة. دراسة صعبة ولا سهلة؟ سهلة جدا باجتهادك. شو رأيك بالأكاديمية الحديثة؟ جميلة جدا ومتعاونين، وأنصح الجميع. أهم نصيحة للطلاب المقبلين للطيران؟ أنصحهم إنهم يجتهدون بالإنجليزي. My name is Ali Gumal.
and I'm from Nigeria. I'm 25 years. I started like 15th of August 2023. From when I was a child, traveling with my father, with my family, and going around, I see like how the pilots go, and I developed the passion of. My opinion on the academy, it's like the ground school, it's actually good, and I'm going to start flying. Like I just graduated from the ground school, and I'm in the flying school now, and we will see how it's going to be, inshallah. Is study hard or easy? Yeah, it depends on the individual. Okay, what do you say to the new student who want to come to this academy? Yeah, just put your heads up and try to like do what you need to do.